بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
ثم السبيل يسر. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. سورة عبسة فيها تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم عز وجل ببراهين البعث. عبس وتولى يعني قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض أن جاءه الأعمى لأجل مجيء عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه يسترشده، وكان أعمى. جاء ورسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين أملا في هدايتهم، وما يدريك لعله يزكى، وما يعلمك أيها الرسول لعل هذا الأعمى يتطهر من ذنوبه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتعظ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها. أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به فأنت له تصدى، فأنت تتعرض له وتقبل إليه، وما عليك ألا يزكى. وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله عز وجل. وأما من جاءك يسعى يعني يسعى بحثا عن الخير، وهو يخشى ربه عز وجل، فأنت عنه تلهى يعني تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين، وكان هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كلا إنها تذكرة، إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل، فمن شاء ذكره، فمن شاء أن يذكر الله عز وجل ذكره واتعظ بما في هذا القرآن في صحف مكرمة، في صحف شريفة عند الملائكة، مرفوعة مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس، بأيدي سفرة يعني بأيدي رسل من الملائكة، كرام بررة، كرام عند ربهم كثيري فعل الخير والطاعات. اللهم اجعلنا على شاكلتهم يا رب. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله عز وجل، من أي شيء خلقه الله عز وجل حتى يتكبر في الأرض ويكفر نعم الله عز وجل. من نطفة خلقه فقدره، من ماء قليل خلقه فقدر خلقه طورا بعد طور، ثم السبيل يسر، ثم بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه، ثم أماته فأكبر، ثم
قدر الله عز وجل له من العمر في الحياة، ثم أماته وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء. كلا لما يقضي ما أمره، ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه عز وجل من حق، فهو لم يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الفرائض. يستفاد من الآيات الكريمة عتاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوب، دل على أن القرآن من عند الله عز وجل، كذلك الاهتمام بطالب العلم والمسترشد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.